الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ضربة مدوية وانتقامية أدت إلى مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين اليوم. هذا تم الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع الروسية بهذا الشكل قبل ساعات من الآن. تحدثوا عن أن هذه الضربة الكبيرة هي جاءت في شرق أوكرانيا وتحديدا في إقليم دانييتسك، هنا تحديدا في كراماتورسك. الحديث الذي جاء من وزارة الدفاع الروسية قالت بأن كانت هنالك مواقعا قد رصدتها يتواجد فيها العديد والعديد من الجنود الأوكرانيين، قد يكون في عدة مواقع متقاربة قد قاموا برصدها. وتحدثوا عن أن كان هنالك أكثر من 700 جندي أوكراني متواجدين في هذه النقطة، رصدوهم بشكل مكثف وقاموا بتوجيه ضربة كبيرة بحسب ما تحدثت عنه وزارة الدفاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني في هذه المنطقة المهمة للغاية والاستراتيجية بالنسبة للأوكرانيين. وهذه تعتبر انتقاما لماذا؟ بيان وزارة الدفاع الروسية اعتبر بأن هذا الأمر انتقام لضربة قد جاءت قبل تقريبا 8 أيام أو أكثر قليلا. الضربة جاءت بصواريخ الهايمرس الأمريكية التي تستخدمها القوات الأوكرانية من خلف هذه البحيرة التي ترونها ومن مناطق سيطرتهم على إحدى المباني الكبيرة والمهمة التي تأتي في ميكايفكا تقريبا يتواجد فيها، وكان يتواجد فيها العشرات من الروس بحسب وزارة الدفاع الروسية التي قالت بأن بسبب هذه الضربة الصاروخية التي جاءت من على بعد 50 كيلومتر تقريبا أدت إلى مقتل 89 من القوات الروسية، لأن الأوكرانيين قالوا بأنهم تمكنوا من قتل أكثر من 400 روسي. بغض النظر عن الأرقام، الأمر أدى إلى ضجة كبيرة بالنسبة للروس، ولكن الآن تتحدث روسيا بأنها تمكنت من عملية الانتقام. طبعا بالنسبة لسكاي نيوز البريطانية بحسب مصادر مطلعة لها بسرعة كانت قد ردت على هذه التفاصيل وكذبت هذه المعلومات، لم تكذب الضربة ولكن كذبت الأرقام تحديدا التي جاءت وتحدثت فيها روسيا بأنها تمكنت من قتل أكثر من 600 جندي أوكراني. هي قالت بصريح العبارة بأن هنالك مبالغة في هذه الأعداد وبأن هنالك تقليلا من الأضرار التي تعرضت لها القوات الروسية في ماكييفكا في ضربة استراتيجية كبيرة كانت مؤثرة للغاية على الروس. ولكننا يجب أن ننتبه بأن قبل أسبوعين القوات الروسية كانت قد أعلنت وأدخلت منظومات بنسلين التي ترونها بهذا الشكل، المنظومات القادرة على عملية رصد أي راجمات صاروخية أو مدفعية، أي موجات صوتية أو موجات حرارية تصدر مثلا من الراجمات الصاروخية على سبيل المثال، ترصدها مباشرة وتحدد موقعها خلال 5 ثواني فقط. وبالتالي مع هذه المنظومات التي دخلت قبل أسبوعين، مع عمليات الرصد والعمليات الاستخبارية الروسية، من الممكن جدا أن تقوم روسيا فعلا بمثل هذه الضربة. ولكن هل هنالك صور؟ هل هنالك صورا من الأقمار الصناعية أو مقاطع مصورة لروسيا يؤكد الادعاء الذي تحدثت عنه؟ حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء، لأن الأمر قد تم قبل ساعات من الآن، ولكنه انتقام أكدته وزارة الدفاع الروسية في أكثر من منصة. هذه المنطقة بشكل عام هي تشهد الكثير من المعارك التي يجب أن ننتبه إليها، هنالك معارك خطيرة جدا تأتي في هذه النقاط التي ترونها وتحديدا في باخموت، وأن هنالك اقتحاما كما تلاحظون بحسب مركز دراسات الحرب والكريتيكال ثريتس أكدت بأن هنالك اقتحاما روسيا كبيرا إلى منطقة سوليدار التي تأتي إلى شمال باخموت، حيث هناك الكثير من المعارك الضارية. المعارك الضارية تأتي الآن في سوليدار، وأن كان هنالك إعلانا كبيرا قد صدر كما تلاحظون بهذا الشكل من العديد من المصادر، حتى وزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت عنها، قالت بأن روسيا قد سيطرت على سوليدار وهذه فيها نقطة استراتيجية كبيرة للغاية، سيطرنا على سوليدار وتمكنا منها ونحن نتقدم عسكريا رغم الشتاء رغم الظروف رغم الدعم الغربي. ولكن الأوكرانيين نفوا هذه المسألة تماما. ما الذي حدث في سوليدار؟ دعونا نذهب الآن لنشاهد عددا من المقاطع التي نشرت في حقيقة الأمر لطبيعة ما جاء من هذه العمليات الكبيرة، ما تم تصويره من الأوكرانيين تحديدا من هذه المعارك التي توضح ما إذا كان الروس فعلا قد سيطروا على سوليدار أم لا. إذا ما لاحظنا هنا فإننا سنلاحظ بأننا أمام عمليات كبيرة جدا واشتباكات هنا كما تلاحظون، الدبابات والضربات كبيرة للغاية، المنطقة مدمرة. الحديث بأن هذه قد تمت
في سوليدار في حقيقة الأمر. أيضا هذه اشتباكات أخرى أيضا كان الحديث عنها بأنها تمت في سوليدار من الجانب الأوكراني، هم الذين صوروا هذه المنطقة، منطقة مدمرة بالتمام والكمال. هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية ومهمة للغاية، ويجب أن نعلم لماذا سوليدار هي تعتبر نقطة مهمة للغاية في هذه المعركة، وتحديدا لباخموت وبشكل عام لدانييتسك. إذا ما اتجهنا لنحاول أن نكتشف أولا هل فعلا بأن هذه المناطق وهذه النقاط التي رأيناها هي موجودة في داخل سوليدار، وطبعا إذا ما أخذنا نظرة سريعة على هذه المنطقة ونأخذ عددا من العلامات سنلاحظ بسرعة بأننا يجب أن نبحث. أولا دعونا نأخذ صورة أكبر لكي نأخذ هذه العلامة. إذا أعتقد بأن الأمور بهذا الشكل هي واضحة بالنسبة إلينا. إذا هذا هو المبنى، مبنى كبير، مبنى أزرق واضح، هو الإشارة الأهم التي يجب أن نبحث عنها في سوليدار. وكذلك أن هنالك برجا باللون الأحمر كما تلاحظون واضح للغاية، وهنالك مبنى أبيض بعد هذا البرج سيشجعنا على معرفة الموقع بسرعة كبيرة، لأن هذه علامات كبيرة واضحة. وأيضا لدينا طريق تسير فيه هذه الدبابة التي ترونها والتي كانت تضرب عددا من النقاط، توضح بأن هنالك اشتباكات في عمق هذه المنطقة في منطقة سوليدار. وإذا ما ذهبنا إلى صورة أخرى من المقطع الذي رأيناه وطبعا نظرنا إليه، سنلاحظ بأننا أمام عددا من النقاط. أيضا نحن هنا طريق ملتف بهذا الشكل، وأيضا نلاحظ بأننا أمام مبنى كبير، و أيضا هنالك مبنى آخر ليس واضحا، ولكن بينه وبين هذا المبنى الكبير مسافة نوعا ما، يبدو بأن هنالك فراغا كما تلاحظون من هذه الصورة من الاشتباكات وغيرها. وأيضا هنا مبنى آخر يبدو وكأنه يأتي تقريبا في منتصف هذا المبنى الكبير الذي رأيناه. إذا هذه كلها نقاط في سوليدار بحسب هذه المقاطع التي رأيناها. الآن دعونا نذهب إلى القمر الصناعي بسرعة. هذه هي دومباس وهذه هي دانييتسك التي ترونها. إذا هنا دانييتسك، هنا باخموت يجب أن نقترب منها، طبعا كراماتورسك وعددا من النقاط موجودة هنا. باخموت إلى شمالها سوليدار التي تحدثنا عنها. في سوليدار دعونا نبحث عن المبنى الأزرق، سنلاحظ بأن في هذه المنطقة تحديدا هنالك مبنى أزرق هنا ومبنى أزرق آخر. المبنى الأكبر إذا ما اقتربنا منه وحاولنا أن نتجه إلى الشمال قليلا بهذا الشكل لنحاول أن نأخذ صورة أوضح، نعود بالتاريخ قليلا فقط لنأخذ صورة واضحة من هذا الموقع. فسنلاحظ بأننا فجأة أمام نفس الموقع ونفس النقطة التي رأيناها، هذا المبنى، هذا البرج، وهذا المبنى الأبيض الذي رأيناه، وهذا هو الطريق الذي كانت تتواجد فيه الدبابة وهي تسير بهذا الاتجاه وتسير بهذا الاتجاه وتوجه ضربات. إذا تأكد لنا الآن بأن هذا الفيديو من مقاطع الاشتباكات من سوليدار، فعلا أن هنالك اشتباكات في هذه المنطقة. هذا يوضح نوعا ما بأن الروس لم يسيطروا بالتمام والكمال كما ادعوا على هذه المنطقة المهمة للغاية. إذا دعونا نذهب لنبحث عن النقطة الأخرى التي كان يتواجد فيها الجنود الأوكران، لنتأكد أيضا من النقطة الأخرى التي تتم فيها مسألة الاشتباكات. ويجب أن نتذكر أن التصوير يأتي من الأوكرانيين بالذهاب والبحث عن المباني الطويلة، المباني الكبيرة نوعا ما، فإن النقطة هنا هي تتطابق مع الفيديو الذي رأيناه قبل قليل على الشاشة الكبيرة. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة سنلاحظ بأننا أمام نوع من الانعطاف بهذا الاتجاه وهي متطابقة نوعا ما مع الطريق الذي رأيناه، وسنلاحظ بأننا هذا المبنى الكبير الذي كان مدمرا، وأيضا هذا هو المبنى الذي يأتي مقابل المبنى الذي تحدثنا عنه الكبير تقريبا في منتصفه، وهذا هو المبنى البعيد الذي لم يكن واضحا نوعا ما، ولكنه يوضح فعلا أن هنالك مبنى، هنالك فراغ بهذا الاتجاه، وهذا يوضح بأن التصوير كان حاضرا تقريبا من هذه المنطقة. إذا هذه تؤكد أن الأوكرانيين موجودين في هذه المنطقة وهم يخوضون اشتباكات ليست بالسهلة مع القوات الروسية. وعلى هذا الأساس هنالك تقدم من عدد من المحاور. نحن الآن ننظر إلى محورين، ولكن هي في حقيقة الأمر التقدم الروسي يأتي من أربعة محاور ويأتي بهذا الشكل الذي ترونه. ستلاحظون كيف تقدم الروس إلى سوليدار هنا وهنا وهنا، ومن ياكوليفكا تقدم بهذا الاتجاه. إذا المنطقة التي رأيناها وركزنا عليها هي تأتي بهذه المناطق من عمليات التقدم، وبالتالي التقدم ليس سهلا، ولكن الروس لم يسيطروا حتى هذه اللحظة على المنطقة، الأوكرانيين لا زالوا متواجدين
على هذه المنطقة. إذا ما لاحظنا أيضا وحاولنا أن نأخذ عددا من النقاط المهمة لكي نفهم ما الذي يجري في مدينة باخموت، لنحاول أن نركز لماذا هذه المنطقة هي تعتبر منطقة مهمة وما الذي جرى في هذه المدينة بالنسبة للقوات الروسية الآن، لنحاول بأن لنفهم هنا بهذا الاتجاه، هنا باخموت وهذه هي مدينة سوليدار التي تأتي فيها عملية الاشتباكات، هنا ياكوليفكا التي تتواجد فيها القوات الروسية، وهذه المنطقة كلها تتواجد فيها القوات الروسية بهذا الاتجاه. بالنسبة للأوكرانيين طبعا هم يخوضون معارك كبيرة كما تحدثنا في هذا الاتجاه، يحاولون الدفاع عن مدينة سوليدار، ولكن المسألة الأهم التي يجب أن ننتبه إليها هي السكك الحديدية. هنالك سكة حديدية ممتدة من هذا الاتجاه الذي ترونه إلى باخموت، تعتبر نقطة امداد مهمة جدا بالنسبة للأوكرانيين المتواجدين في باخموت، وأيضا هنالك طريقا سريعا يمتد من باخموت وصولا إلى كراماتورسك. بالنسبة للقوات الروسية الذي تبحث عنه، هذه مسألة استراتيجية مهمة، إن ما سيطروا على سوليدار هنا فهذا سيفتح الباب لهم ليس فقط للتقدم على كراسنغورا هنا بهذا الاتجاه، وهي منطقة مهمة تأتي في منتصفها سكة الحديد التي تحدثنا عنها، وإنما ستعطيهم إمكانية لعملية السيطرة على سكة الحديد، قطع كل الإمدادات على باخموت، وكذلك التقدم إلى هذه المنطقة والمساحة المفتوحة التي ترونها، هي منطقة مرتفعة وهي ستعطيهم سيطرة على هذه المدينة التي تحدثنا عنها التي لا زالت القوات الأوكرانية متواجدة فيها، قد يقومون بعملية تجاهلها تماما ويتقدمون إلى المنطقة المرتفعة طبعا، وأيضا تعطيهم فرصة أيضا للسيطرة أيضا ناريا على هذا الطريق الذي ترونه، وبالتالي أسيطر على السكك الحديد، أسيطر على الطريق السريع هنا الذي يمتد من باخموت إلى كراماتورسك، وأيضا يفتح الباب لهم على عملية السيطرة على سوليدار إن كانت هنالك عملية التفاف مثلا للقوات الأوكرانية بأي شكل من الأشكال، نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة لهم. وإذا ما حاولنا أن نبتعد قليلا الآن من هذه المنطقة لكي نفهم استراتيجيا ما الذي يعني هذا بالنسبة للروس، هي تعتبر نقطة خطيرة جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية ما يجري، سيطرة الروس على هذه المنطقة وضرب سكة الحديد التي تحدثنا عنها ووصول إلى هذه المنطقة هي ستعني إسنادا كبيرا لمهاجمة باخموت، فهم لهم فترة يهاجمونها من الشرق، يهاجمونها من الجنوب، تقدموا إلى كليتشيفكا، يحاولون عملية الضغط على هذه المدينة، إلا أن الأوكرانيين في مرحلة تصدي ناجحة للغاية حتى هذه اللحظة، يحاول الروس التقدم يدفعهم الأوكران من هذه المنطقة، حيث أن هنالك أكثر من 4 ألوية موجودة للقوات الأوكرانية بالإضافة لقوات النخبة موجودة في هذه المنطقة في باخموت يدافعون بكل نجاح، وبالتالي السيطرة على سوليدار سيفتح الباب للروس ليس فقط إحاطة هذه المنطقة بهذا الشكل والضغط على باخموت، وإنما أيضا اختبار الخطة الدفاعية من الجهة الشمالية هذه المرة والضغط من جهة ثالثة، وبالتالي تفتح باب الاختراق بسرعة، ولكن أيضا إغلاق هذه المنطقة سيفتح سيناريوهات سيئة جدا على الأوكرانيين بأنكم ستبادون تماما أو تنسحبون من هذه المنطقة. وإذا ما ابتعدنا قليلا مرة أخرى من هذه المنطقة التي ترونها بهذا الشكل، فإننا سنلاحظ بأن القوات الروسية تبحث عن مسألة كبيرة، أريد السيطرة على سوليدار، أريد الانتقال بسرعة إلى باخموت محاصرتها، وطبعا القوات الأوكرانية لن يكون أمامها إلا الصمود في داخل هذه المدينة حتى يفتح الحصار أو الانسحاب إلى هذه المناطق إلى كوستانتينوبل ومحاولة الدفاع عن هذه المناطق التي صمدت كثيرا بالنسبة لسلوفيانسك، بالنسبة أيضا لكراماتورسك وحتى كوستانتينيفكا، وبالتالي أنت أمام معركة من الممكن بسرعة، لو تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه النقاط فكل شيء سينتهي بالنسبة لدانييتسك، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يضغط ويمتلك المفاتيح لهذه المعركة بشكل خطير، حيث أنه يمتلك الصواريخ الروسية، يمتلك الطائرات المسيرة، يمتلك الشتاء معه، يوجه ضربات عنيفة على كييف، وهنالك ترقب لهجمات من موجات كبيرة تأتي على نقاط الطاقة هنا من الممكن أن تؤثر كثيرا على طبيعة الصمود الأوكراني. هنالك مسألة مهمة قد تحدثت عنها الأمم المتحدة اليوم، قالت بأن النزوح الذي يأتي في أوكرانيا منذ بداية هذه الحرب
فالأوكرانيين قد تركوا هذه المنطقة وتركوا أوكرانيا منذ بداية الحرب، أي أنهم خرجوا من أوكرانيا. العدد يصل إلى 7.9 مليون إنسان من الأوكرانيين خرجوا من أوكرانيا بسبب هذه الحرب، بالإضافة إلى 5.9 من المواطنين الأوكرانيين نزحوا من المناطق التي كانوا يتواجدون فيها بسبب الحرب وبسبب نقص الغذاء ونقص العديد من الأمور. وبالتالي ضربات على نقاط الطاقة مع الشتاء سيعني نقصا في التدفئة، نقصا في الكهرباء، نقصا في الغذاء، ستزداد هذه الأرقام. والأمم المتحدة أساسا قد قالت بأن هذه الأرقام هي النسبة الأعلى، وهي أرقام أعلى بكثير من نسبة النزوح وعدد النزوح للمواطنين الأوروبيين طبعا منذ الحرب العالمية الثانية. تخيل هذه النقاط ونسبة أكبر وعدد أكبر مما جرى في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على مسألة خطيرة هنا، ولكن في نفس الوقت الأوكرانيين لديهم زمام المبادرة. الأوكرانيين يقومون بتوجيه ضربات على نقاط الطاقة، محطتين للطاقة في دانيتسك قد استهدفوها خلال 24 ساعة الماضية، ضربوا أيضا أنبوبا للغاز موجودا في لوغانسك. هنالك ضربات خطيرة تأتي على شبه جزيرة القرم، على العمق الروسي أيضا، على عدد من القواعد في شبه جزيرة القرم على سبيل المثال بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة. الأمر أجبر الروس إلى لاحظ ما الذي أجبرته، أجبرت الطائرات الروسية وأجبر الروس أن يضعوا هذه الجدار أو جدار الخرساني بهذا الشكل بين طائرة وطائرة. أي استهداف لأي طائرة وانفجرت فإن تأثير الانفجار لن يؤثر على الطائرة الأخرى، وهذه بحسب هذه الصورة وبحسب ما تم نقله أنها تمت في شبه جزيرة القرم. إذن هذه كلها تفاصيل فعلا كبيرة لكل ما يأتي في هذه المعركة الهائلة جدا التي نراها اليوم في روسيا، والسؤال كيف ستنتهي وهل ستنتهي وهل روسيا تمتلك زمام المبادرة لإنهاء هذه المعركة.